تصريح جديد ياسر يا استاذه. 4 مارس 2011 في مجازين اسمه مجازين ال بيت او لا او لا فوالي او با لونيون ساكري دي تونيزيان، الرابط المقدس للتونسيات ما هو؟ يعني ان التونسيات يشتركن في رابط مقدس وهو الحريه. في معرض حديثها الاستاذه بشرى الحاج حميده في هذه في التحقيق هذايا اللي قامت به الصحفيه الفرنسويه شنو تقول؟ تقول لا فام فوالي سي لا فام اوبجي، هي امراه شيء، سي لا فام اوبجي، مراه جمال، يعني مراه طبيبه دكتوره في الرياضيات محاميه. ربما نعرف شخصي موقف الاستاذه بالحاج حميده. نفسروا مثال. باهي خليني الاستاذه بشرى بالحاج حميده يعني كي تحدثت في موقفها كي رئيسه الجمعيه النساء الديمقراطيه. النساء الديمقراطيه. وقالت اكثر من ذلك اش قالت؟ قالت احنا ما نقبلوش ان يكونوا معناها نساء متحجبات في الجمعيه. انا نقول لها الاستاذه نقول للنساء الديمقراطيات احنا نرفضوا ان نكونوا في هذه الجمعيه لان هي جمعيه فئويه هذيا، وكان معناها هما يحبوا ينحيوا كل اشكال الميز معناها هذا شكل كان هذايا ماهوش شكل من اشكال التمييز بين يعني ضد المراه، ما شنو هو شكل من اشكال التمييز هذايا قمه معناها هذايا جمعية يعني فئوية. وأهم من كل ذلك وأنا تونسية. أستاذة سعيدة. محامية مواطنة تونسية. أستاذة سعيدة علاش يوصفوك الساعة بعدوة الإسلام والشريعة؟ والله للذكر مثل حب الأنثيين أو مسألة الميراث اللي هي مرة أخرى نقول لك زميلتي العزيزة أنه الأستاذة بشرى الحاج حميدة كذلك في نفس هذا المقام صديقتي قالت سي لو شوفال دو باتاي. هذه اهم مشكله معناها نسينا مشاكل المساواه الكل بربي ريتوش نهار هكا ناس في الثوره خرجوا الشعب يريد المساواه في الارث ولا المراه تريد المساواه في الارث. انا مريت يا استاذه يا استاذه يا استاذه انا مريت انا مريتش معناها شكون نساء هذايا وصايا شكون استفتوا شكون استفتوا الشعب استفتوا النساء استفتوهم وحتى احنا نفوتوا هالمرحله ذي الانتقاليه والاستحقاق الانتخابي هذيا وتولي عندنا مؤسسات ديمقراطيه ونستفتي النساء كاين النساء معناها واحد مؤسسات افتاء هي مساله فتوى سامحني النساء بحاجه الى والثوره قامت من اجل المساواه في العمل المساواه والحق في التنميه عادله المساواة في التعليم، المساواة في الصحة، المرأة في الريف اليوم هل هي متساوية هي والمرأة في المدينة؟ معناها تقطع الكيلومترات التلميذة، التلميذة هذه المشاغل الحقيقية لازم ننتبهوا لها 4 و5 كيلومترات معناها خلينا نشوفوا موقف الجمعية من قص على التعليم قص على التعليم لا أستاذة أستاذة عاطفة باش ما تحتكرش الكلمة يا أستاذة من فضلك هذه المساواة معناها الحقيقية لازم نطالبوا أستاذة سعيد أستاذة سعيد مع أنه مشاكل النساء وفيه الدرجة هذه حتى أن نوريهم لجرام جرام ما نعرفش نعطيك مثال وتعطيني هي حلي لكن بالنسبة مش ما استسغناش احنا حركة النهضة او اي حزب سياسي مش من مشمولاته انه هو الحزب ما معنى مفهوم الحزب انه يعمل تأثير تأثير للمواطنين سياسيا يعطي مواقف يعطي برامج اقتصادية وسياسية وغير ليست هذه مسألة تهم حركة النهضة يعني هذه مسألة تهم المجتمع كما تعدد الزوجات مسألة تهم المجتمع كما الخمار مسألة تهم المجتمع كما المساواة تهم المجتمع كل مش حكر إلى حزب معين ينظر هناك مسائل وطنية ومكاسب وطنية ومسائل هي تهم جميع الشعب ولماذا هذه الوصايه على الشعب؟ شكون جاي معناها لل لا ربما